وجوله من جولات الحسم، من الجولات المهمه، جوله بدون كلام، وما زال حتى الان متقدم فريق الطيبين على فريق الرايقين في المرحله الاولى بنتيجه 1-0. المرحله الثانيه كان تعادل ما بين الفريقين. هتشجعوا مين، الطيبين ولا الرايقين؟ على الهاشتاج بتاعنا. خليني اقرا شويه من تعليقات حضراتكم عشان تشاركوا معانا. باسم عزت بيقول فريق الطيبين هيكسب ان شاء الله. عايزين نسمع من كل واحد تعليق على الماتش. حاضر، في الاخر خالص. احمد الكيلاني، انا بحب الناس الرايقه اللي بتضحك على طول، بس هي فين الريمونتادا يا كابتن ايمن؟ عملناها اهو الجوله اللي فاتت. هدي كده الريمونتادا، اظهرنا يعني بعض من قدراتنا يعني. ماشي الكلام. محمد بيقول الفقره رائعه ومبسوط بيكوا جدا جدا. محمد بيقول الرايقين مش مركزين خالص يا كابتن ابراهيم. ابو العز الطيبين، مع ان بحب كابتن كاشف بس عايز الطيبين. وواحده من كابتن خالد عملوها اولاد المحروسه. ريمونتادا للرايقين، ده عمرو راضي. الرايقين ده حسين. احمد شلبي مديك واحده جامده قوي بصراحه، لازم اقولها لكم. اتفضل. قال لك انا بحب اراهن على الخساره عشان كده هشجع الرايقين. فقري قوي يعني. مدح واقعي. كرولوس قال لك اللي فات حماده واللي جاي حماده تاني. انا مع الطيبين حبا في كابتن خالد خيري وحماسه كابتن كواليني، وبنحبك. طيب، وصلنا معاكم لفقره بدون كلام. تمام. دقيقه هندي لحضراتكم اسم عنصر من عناصر كرة، لاعب، مدرب، ايا ما يكون، يد طايره، كره قدم، بس احنا هنخليها يد وكوره بس. وهيبقى قدامكم دقيقه. فريق الطيبين، مين اللي هيبتدي يمثل؟ اتفضل يا كابتن. كابتن خالد خيري. اتفضل. اتفضل يا كابتن. بقول له خلي بالك، احنا اتفقنا مع كابتن خالد. نبدا الدقيقه. ابيض اسود. قول له انجليزي، قول له انجليزي. حارس مرمى، حارس مرمى. ومضى قطار العمر. كرة يد قديم شوية. وضاع العمر يا ولد. حاليا مش بيلعب دلوقتي، بقى مدرب. خلي بالك هو بيقول لك حاجة غلط خالص. بقى إداري، بقى إداري غير اللي شايفه. سكر هاني. ده انت لو عرفناش تبقى صعبة أوي. نار. يا عم كواليني. سكر. صخ. ايه ده، ايه ده؟ لا ده في كلام، في كلام. في كلام. يا اخي حرام، عملت لك كل اللي حصل يعني. مش عارف. محمود فلفل. محمود فلفل هو اداها فلفل بس هو ما بيلعبش عليها. كويس اللي جبتها. حرام عليك. كويس اللي جبتها. صعبه قوي. انا قلت اهم اجيب لك الفلفل. سيب معايا يعني، هي هتيجي لوحدها بقى. بس كويس اللي جبتها. هو ما بيلعبش دلوقتي في المنتخب. تعالى يا كابتن ايمن. بيلعب في الطيران، هو بيلعب الزمالك، كان طيران وزمالك زي ما اتفقنا. لعب منتخب مصر. ما تقلقش. ما تقلقش. قسما بالله انا قلت لك سهلة. شوف الثقة، شوف الثقة. سهلة. لا لا انا احنا يلا قعدة تاني. عملت ايه؟ ابدا. حكم محمد عادل. شبهه قال لك شبهي. هو عمل واحد صح جدا. شفته حماده التاني؟ لا لا شفته. هو ده حماده التاني. احنا مش هنتكلم. احنا ردنا في الملعب. انت عملت له ايه بس عشان السرعه دي؟ المفروض الكاميرا ما جابتكش. انا بص على الراجع، الراجع ما جابتكش. انت عملت له ايه عشان الناس تشوفها تاني؟ شاورت له ازاي؟ معلش بسيط. هي كان في سرعه في الاداء. انا ما اعرفش الكاميرا ما قطعتش عليك ليه بس. هو تمام. ده اسرع هدف في ده. عملت له ايه؟ عملت له بس اخد نقط زياده على فكره. صفر. قال له شبهي. قريني يا شهراوي. كابتن حاتم، كابتن حاتم في سرعه، في سرعه في الاداء. في احنا يعني كنا بنهرج ربنا. والله العظيم المفروض نقعد زياده على السرعه دي. ده يلا بينا. يلا بينا يمثل كابتن كواليني. يلا يا كابتن كواليني. يا مسهل. اهدى يا كواليني. اهدى يا كواليني. قديم ولا جديد؟ يلا ابدا. قديم. ابيض اسود. سكر هانم. بيهاجم مهاجم؟ دفاع. ده بيتكلم، بيتكلم يا ابراهيم، بيتكلم. لا 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 افتح حرك شفايفك. بيتكلم. انت بتحرك شفايفك. محمود ابو دهب. الله عليك. ادي اصل اول ما كده بقت دهب. وراهم العجب. لا ثانية.
عيب عليك. لا جابوها بسرعه بصراحه. عيب عليك. جابوها بسرعه بصراحه. انت بره كنت بتقولي ما اتفرجتش من ايام محمود ابو الدهب. ما انا جبتها لك. جيلك دلوقتي. جبتها لك يا جات لك. لا كده. ها مين جاي من الفرقه الثانيه؟ 2-1 وما زال الطيبين متقدمين على الرايقين. كابتن حاتم بطيشه. ربنا يستر. ان شاء الله خير. ايه ربنا ركز بس معايا. ركز معايا. ابدا. ده كلها اقدار. كوره؟ ايه؟ ايه؟ كرة. يلا يا جماعه. كوره. ثانية واحدة، ثانية واحدة، ثانية واحدة. ابتدى العد، اتفضل. لعيب ولا؟ لعيب. لا ما تحركش شفايفك. لعيب بيلعب برجله الشمال. لا انت كده هتقع، تعالى قدام. تمام. اهلي. زمالك. زمالك. اهلي. قديم. بيحدف طوب. ازاز السماء. ايه؟ اسمه بيروحش النادي. اسمه ايه؟ نار. بالشمال بيعمل اوعى بقى بيلف كره عرضيه حلوه يعني. 11 ثانيه. طارق يحيى والجو دوت. 10 ثواني. ايه قديم؟ انا مش عارف. يزهق منه. يا خلاص يا خلاص. ثانية. يحيى مين؟ يحيى مين؟ يحيى. انا قلت يحيى. امال ايه؟ تعالى لقدام. مين؟ احمد نخلة. كده انا بقول لك كده. حد نخلة وحد حد بلح وبلح. انت تعتقد. طب الاشول اعرف كده وحد عليه اجيبها لك يعني مش عارف. ايه؟ لا استنى تعالى. يطلع. مش كنا قسمناها اتفقنا عليها. طب قول لي بناكل منها بنتقابل عندها. ثانية واحدة. ده اسم سهل قوي. لا والله. ثانية واحدة لحد ما اقول لكم. ثانية واحدة اقول لكم. احمد نخلة ده عمري ما هي كان هيجي يعني على بالي. يعني كده جت في بالك ايه لما انا بعمل لك كده وبتاع حاجه طويله وبتحدفها بالطوب قطر مثلا ولا ايه يعني؟ والله ما جاش في بالي خالص الكلام ده. تخيل. يلا بينا. ثانيه واحده. بس انت برافو عليك برضو ان موضوع نخلة عملتها كده. ما انت ما عرفتش تجيبها. برافو عليا. ايه بغض النظر مش مهم. كوره. بس برافو كرة. عليك. اتفضل يا كابتن. اتفضل يا كابتن. سلام عليك يا كابتن خالد. خاف الله خاف. طلع خاف الله خاف. صحيح. ان شاء الله هنكسب. وما زال فريق الطيبين متقدمين. ها بيلعب كوره. انت بتقول هرشها. والله العظيم هرشها. والله العظيم هرشها. والله ما حصل. طب قول. والله ما حصل. والله ما حصل. طب قول. والله والله ما حصل. حلفت بالله. والله العظيم ما حصل. خلاص انت ركز على ده. هو اصلا مش عارفه اصلا ده حاليا. يعني حاليا من شويه كده. تمام تمام. يلا نبدا. ماشي. سكر. والله العظيم انت جامد. والله انت جامد. يا كابتن خالد الدنيا اخد وعطى. ويا بخت البنات مغلوب. محمد كفته. مش ايه وراش. مش ايه مش ايه مش الفار. مش في فار. في فار. احنا بنطالب بالفار. انا جيت اقف اهو. تمام كده. تمام كده. فل هو كافر. اكل الموضوع ده مالكش فيها. كواليم عسل سكر. عايزين ناكل. إيه؟ مربى. منبى ولحمه ورز. منبى يا معلمي. منبى. المنتدى جتها. هي دي. هي دي. ايوه يا اخي. يا ولد يا ولد. ايوه يا ولد. يا ولد ايه ده يا ولد. جابها. لا 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 جابها. نرجع ثانيه واحده. ثانيه واحده. فار 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 فار. لا والله ما نطاها. بس كان في كان في شفايف. ايوه طبعا شفايف. انت قلت له مانجا مش شفايف. قلت له مانجا. لا العوده. دي العوده اللي احنا منتظرينها.
2 1 ما زالت النتيجه حتى الان تقدم الطيبين ويحذف وتحذف هذه الاجابه بعد ما رجعنا للفار. المفروض يتخصم منهم كمان. لا انا بقول لك طبعا 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 ويتوقفوا من القيد فترتين. فير بلاي الفير بلاي. قوم يا عم ثانيه واحده بس ثانيه انت واحدة. لازم تجيب له اسم بقى زي اللي عندك. بص ده مش ليه ده ما اسم سهل جدا. طب شوف دي ده نخله دي كان صعبه. مين اللي هيجي من انا جاي ثانيه واحده خليك 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 ثانيه حد ما اكتب الاسم عندي هنا. احنا هنعمل ريمونتادا غير مسبوق. نكسب ان شاء الله باذن الله. طيب يلا بينا. يلا بينا. حلو شدها لك يا كابتن حاتم. شاكرين جدا. مش عاجبني رد فعلك. مش عارف تريحني. اتفضل. هنعمل حاجه للطريق. ماشي كوره. يلا اتفضل خلاص الوقت ابتدى. كوره. معلقين. معلق قديم. موجود دلوقتي بيعلق دلوقتي. قديم معانا يعني من انهي جيل؟ انهي جيل؟ جيل مين؟ موجود حاليا فون موجود. الله الله برافو عليك. طب سهلة دي. سهلة قوي دي. حلوة قوي دي. سهله قوي علشان في انت ما قلتش الاسم لحد دلوقتي. حد شلب يعني. ايوه تعدوا علينا الوقت. ده مصر استاذ كابتن مدحت طبعا يعني استاذ كابتن مدحت. كابتن مدحت برافو عليك. تعال تعال. والنتيجه هي التعادل لحد دلوقتي. كل ده وتعادل. المفروض بقى الفير بلاي 2-2. الفير بلاي يدينا نقطه اضافيه ويبقى 1-1. الفير بلاي بيقول دلوقتي ان احنا الفقره الجايه هي اتوبيس كومبليت. اوتوبيس كومبليت هي اللي هيتحدد عليها من الفائز لانه لحد دلوقتي 1-0. لا ما هم متعادلين واحنا لاعبين كام؟ 3-3. فاضل واحده وواحده. فاضل واحده وواحده. لا بس هي 1-0. لا سيبك من 1-0 هنا هنا في المرحله. دي فاضل واحده وواحده. طب تمام. وبعدين هيبقى اوتوبيس كومبليت فلسه قدامكم فرصه ان انتوا تكسبوا وانتوا قدامكم فرصه. طب انا عندي فرصه. عندي اقتراح. ثانيه واحده لسه لسه مش ثانيه واحده ثانيه واحده. عندي اقتراح ان انا اللي امثل لهم فيلمهم. ثانيه واحده. انا اللي اغرقهم. انا اللي هو ده الحل. الورق راح فين؟ انا مش عارف الورق راح فين. يلا. يعني اللي جاي ده بدون كلام برضو. ايوه اللي جاي ده بدون كلام. جاي تمثيل برضو. دي ده قبل اتوبيس. يلا يا كابتن كواليني اتفضل. طيب بس احنا المفروض لينا بونص يعني على السرعه اولا. الاجابه السريعه اسرع هدف في البرنامج والامتثال للقرارات والانضباط وهم يتخصم منهم عشان مفيش اسهل بقى من كده. حركه الشفايف. يلا ابدا. طيب نبي الفار بس يركز معانا. الفار مركز الشفايف. عشان اللعبه دي مشاغبه. فرقع لوز لاعب كوره باسكت ابو النطيط. ايه الارض. ايه يا كوالين كنت فين يا علي؟ بينجد ولا ايه؟ كوره. طيب لاعب كوره. مش لاعب كوره. لاعب كوره. اوكي ما تقولش يا كوالين. شفايف كوالين. لا لا الفار موجود. الفار موجود. شفايف. لا بص لي انا. بص لي انا. لا لا خليك معانا. انا اللي هقول. شفايف. انا اللي هقول لك يا كوالين. لغه الشفايف. اوعى. طب غير. واتدحرج واجري يا رمان. ايوه هو لاعب كوره. اجري يا كواليني. عادي جدا جدا. اول واحد الفار يصحى معانا. خلاص بقى انت. هي هي 9 ثواني. غلطة. 8 ثواني. مباحي. مش فاضل لك زلطة وتطلع بره. كنت قلت من الاول والله. انا هسمع عليك. صفر صفر. اخيرا محمود يصبر. اخيرا. ده بيجيب لنا اسئله صعبه. بص انا صعبه. لا والله مس. الحمد لله. والله صعبه. دي سهله جدا. صعبه. ده مانجا. ايه طلع ايه؟ انت عارف انت كنت عملت ايه؟ انت عملت له كده. ده انت الاجابه طلعت ايه؟ صحيح. الاجابه له كده. صحيح يا كواليني. ايه يا كواليني؟ طلعت كنت قلت لي كده اقول لك سوسته وخلصت. سوسته. عمال يعمل كده مع ان هو لو عمل كده بس. خلاص هو لابس سوسته. سوسته بس خلاص خلاص. مشكله مشكله. مش مشكله مش مشكله يا كابتن. مش عارف مني. انا ما عرفتش نخله. مش عارف. ما زال وما زالت النتيجه هي
التعادل 2-2 نكسب. لو كسبته دي تكسبوا الجوله دي كلها. اتكل على الله. يلا يا كابتن مصر مين اللي جاي؟ انت بتفهم. اه والله اهي كنت ريحتنا انت عملت لي كده قلت لك يا عيني خلاص عليك. يا عيني عليك. ايوه يا عيني عليك. عايزين نكسر رقمنا القياسي. يا عيني عليك. نضرب الرقم القياسي. اطلع بقى قدام يعني استعد للانتصار ان شاء الله. استعد للانتصار. احلى ريمونتادا على عيونك. بلغهم ان احنا فزنا. ابدا خلاص العد ابتدى. زملكاوي لعيب بيلعب دلوقتي في الزمالك اصيب في ركبته ورجع تاني اصطاد صياد صناره في الحيطه بيقف في ايه يا عم؟ مهاجم مهاجم مدافع بلغهم ان انتوا بتخسروا. اه اوعى الفار اوعى الفار. سرد بقى سرد باك 28 متعرف ركبه الونش. يا سلام يا سلام يا سلام. ايوه يا قلت لك تعالى بلغهم الانتصار. تعالى تعالى في اخوك فواز. تعالى تعالى بلغهم الانتصار اخيرا. عملوها الرجاله الجوله دي عملوها الرجاله لصالح فريق الرايقين. اتوبيس كومبليت مش مشكله مش مشكله. اتوبيس اتوبيس فريق الرايقين فاز في المرحلة دي على فريق الطيبين. يا سلام على الفرحة. الفرحة دخلت عندكم ما شفتوهاش انتوا. الفرحة تخش التاني. نسأل بقى السؤال المهم. انتوا دلوقتي عندكم حكم ان حد من السادة المتبرين قدامكم في فريق الطيبين يقلد حد من حضراتكم. عايزين تاخدوا الحكم ولا مش عايزين؟ اتفضل. انا عايز اخد بس لازم تقليد يعني ينفع اعدل في الحكم. عايز ايه؟ احنا زمان بقى ايام الشايب وبتاع كنا بنخليه يخبط على الجيران بس هنا مفيش جيران. اه تمام. انت عايز ايه؟ الاستوديو. لا هو تقليد. تقليد يبقى كواليني يقلد ايمن كاشو. يلا بينا. واحده وتردت. يلا بينا. اتفضل. انا ما عرفتش اقلدك. فين بقى؟ قلت حاجه بس. ها؟ احنا مروحين مع بعض. يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم. احبائي الكرام. مباراة كبيرة والنهاردة هنشوف القطايف واللطايف والحلويات والشوكولاتيات. شوكولاتيات كده خلاص كده حلو قوي. هتخسروا اكتر ما انتم خسرانين. وجول وجول وجول. تعالوا نشوف الناس شايفة مين اللي هيكسب وشايفين الموضوع ازاي. نادر رمزي قال كابتن ايمن الكاشف لازم يدخل التمثيل. يلا جبنا لكم شغل الدنيا حلوه ايه كمان هتبشبش. حسن بيقول الطيبين معلمين والرايقين للاسف ضايعين. ما حضرش الريمونتادا. ما شافش ما شافش الريمونتادا. الاستراتيجيه اللي احنا عاملينها. اه معتز بيقول فريق الطيبين والرايقين جامدين ومتالقين وبجد الحلقه ممتعه وللتاريخ ومبسوطين بيكم جدا جدا. مهند بيقول ايه الحلقه الحلوه دي. كابتن ده حصل. مازن بيقول كابتن كواليني قال ابو الذهب بشفايفه. حصل. شفت الفار. لو اقسم بالله لا لا والله الفار. لا ده انا قلت اهو قلت له كده قلت له كده قلت كده هو حلو. لا والله الفار. لا لا قلت كده. لا لا والله هو عمل كده فهمت انه ابو الذهب. شفت الحقيقه. نجوان بتقول الحقيقه انا كده الخطيب مثلا الحقيقه ليه كده الذهب صح. طب وانت حلفت. لا والله ماشي. لا والله الرايقين هيكسبوا. واديني حته من كابتن ايمن الكاشف. في كمان الاهلي بيقول بصراحه الفريقين علشان ضحكتهم الطيبه الحلوه. بعد الفاصل هنحتكم الى اتوبيس كومبلي وهو اللي هيفصل في الاخر لان احنا عندنا الطيبين والرايقين متعادلين لحد دلوقتي. فخليكم معانا بعد الفاصل.